محشور عليك بحاجة دلوقتي يمكن تساعدك. ايه رأيك في اللي قلناه؟ انا شايف ان الحل ده فيه اقل الخسائر. يبقى توكلنا على الله. ابنك ضرب ابننا يا جلال، وبعدين فارس العطار ده بعيلتكم كلها. طب اهدى اهدى يا سليم، الموضوع يتحل. احنا هنخسر بعض ولا ايه؟ اهدى ازاي يا جلال؟ قولي وفهمني انت، اهدى ازاي بعد ما كنت حاطط ايدي في ايدك وابنك يضربني في ظهري؟ طب اقعد اقعد. تلاتة بالله العظيم ما كنت اعرف ان مروان هيعمل كده يا اخي. ده لعب عيال يا اخويا. لعب عيال يا حبيبي تبقى تستحمله، عشان تبطل يا جل بعد كده تمشي ورا العيال. الله 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 الله، ما انتوا اللي بدأتوا، انتوا اللي دخلتوا العيال في اللعبة. ما بلاش نفتح في القديم احسن، عشان ما نفتحش في سيرة اللي عملته انت ومتولي. الله، ما هو زين اهو خلاص يا حبيبي، الله يرحمه دخل في الموضوع وحكم فيه وخلص. انا عارفك لما بتتعصب بتبقى وحش. لا ما ببقاش وحش، ببقى وحش قوي. يلا زي بعضه، ما اختلفناش. وحش وحش على قلبي زي العسل، بس ما تنساش ان احنا كلنا في مركب واحد يا سليم. عارف يعني لولايا ما كانش فارس دلوقتي بقى عايش، ولولايا برضه ما كنتش انت نجيت من حبل المشناه. خلاص ما مش ممكن يا سليم يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، ما ينفعش. والغبي قسما عظما بعزة جهل، الغبي ده لازم يعرف الصح. وعموما يا سليم يا اخويا يا حبيبي، محضر لك حتة مفاجأة النهارده، هتبقى اعتذار يا سيدي عن اليومين اللي قعدهم فارس عندنا. يلا. ايوه والله زي ما بقول لك كده، النهارده هنرد شرف عيلة العطار. هتسكت عن حجي ولا ايه يا عم؟ انا مش صغير. ما حدش في العطارين صغير، العطارين بيتولدوا كبار. يا عاد اقعد. طول ما فيا نفس داخل ونفس خارج محدش هيلمسك وعديها له، بس نلم نفسنا الاول ونشوف رجالتنا، وبعدها حقك هيوصلك من قبل حتى ما تسأل عليه. يعني أنا آخرتي هتبقى عكاز؟ ده أنا حتى مش عارف أمشي بيه. واحدة واحدة يا أخويا، وبعدين أنت لسه ما تعودتش عليه، مع الوقت وجلسات العلاج الطبيعي هتبقى زي الفل. أيوه، بوقت العلاج الطبيعي هقدر أتسند على عكاز عشان أخش الحمام لوحدي، صح؟ مش عايزك تقول الكلام ده خالص، أنت هتبقى أحسن من الأول بكتير. صالح ما تكذبش عليا، انا عارف ان انا مش عارف امشي تاني، بحس ده في كل مره ماما بتحاول فيها تطمني. ماما كانت دايما تقول لي انا نفسي اتسند عليك لما اكبر، دلوقتي انا اللي هتسند عليها. ما تقولش كده يا اخي، كلنا حواليك. من امتى وانتوا حواليا؟ ما كل واحد مالي في حياته، اللي في شغل واللي مسافر، عمر ما كان في حد حواليا. بس أنا مش هسيبك، هفضل جنبك عشان أنت أخويا اللي بحبه، وهترجع أحسن من الأول بكتير. أيوة كده بقى، أهو هتبقى أحسن وربنا. إيه يا علي؟ مالك قاعد كدريك في اللي طبيخ خدالك؟ أنت اتجنيت ولا إيه؟ أنت نسيت إنك كبير؟ كنت فاكر لما تبقى الكبير تبقى جنبي مش عليا. هذا اللي عمره ما يحصل يا علي. عاجبك اللي كان عمك زين عامله فينا؟ عايزنا نفضل خدامين عنده؟ يا ريتنا فضلنا خدامين وقلبنا على بعض،
بدل ما تكبر وتكسب. مبسوط دلوقتي وانت مكان عمك زين واخوك هو الخدام؟ انا عايز اكبرك وارجيك. وانا مش عايز. انا مش فاهم قصه مش عايز دي. مش عاوز يا اخي. مش عايز ايه بالظبط؟ مش عايز تحرك لي بمزاجك وتجوزني بمزاجك كيف الحريم؟ لا عندك. انا بتجوزك بمزاجك انت. احنا محدش معانا عشان تمثل انك مغصوب على جوازتك من بنت زين دي. انت هتتجوزها بمزاجك انت عشان انت بتحبها ومن زمان كمان، وعارف كمان انك عمرك ما فكرت في حد غيرها. يعني انت متجوزها بمزاجك مش بمزاج انا. مش غصب عنها يا عبد الله. ترضاها لي؟ ترضاها لاخوك؟ سبق ورضتها على نفسي يا ابن امي وابوي، بس انت حظك احسن مني بكتير. هتتجوز اللي بتحبها. يا ريتها كتبت لي يا عبد الله. وانت بقى هتجوزهاني عشان بحبها ولا عشان مصلحتك؟ لا عشان مصلحتي ومصلحتك انت كمان. البنت دي لازم تبقى في صفنا. اغويها يا اخي وخليها تحبك. كيف بس؟ كيف؟ عمري ما هنسى لك انك صغرتني يا كبير. سليم العطار كان في حالة دفاع عن النفس. بعد الفيديو اللي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ناقص عشان يظهر العكس. أستاذ سليم، هل الدرجات دي المنافسة بين رجال أعمال ممكن توصل لحبل المشنقة؟ هو ده اللي واضح للأسف. تفتكري مقابلة عم دي هتفرق معنا؟ أكيد إن شاء الله هتفرق معنا في الشغل، والباقي هيبقى شغلنا احنا وشطارتنا. بس أنا كان نفسي يبقى ليا دور معاكم. انت هيبقى لك دور. زكريا مستحيل يقدر يتابع كل شغل الشركة، وصالح مالوش في التجارة انت عارف. يعني انت اللي هتسندني وهتشيل معايا في الشغل. هشيل ليه؟ انا مش قادر اشيل نفسي حتى. ايوه دلوقتي عشان رجلك مكسورة. انا قصدي لما تخف انت هتبقى سندي. انا عارف، بس انا خايف تفضلي مستنية حاجة عمرها ما هتحصل. هتحصل، هتشوف. بنبعدهم عنا. احنا عايشين الحياة اللي بتخلينا نبعد عن الناس اللي بنحبهم علشان ما يتأذوش معانا. احبك، احبك وانقسم نصين على فمك، اضمك وانطلق جناحين ورفرف بك، أطير بيكي وأطير ليكي وأضفر غنوتي بلحنك. أحبك. تنمت يا واد يا حسن؟ سايب الدكان ونايم؟ مؤاخذة يا عم حمزة، أنا بس كنت تعبان شوية فريحت، وبعدين عملت جردل كل الحاجات اللي في المحل وكله تمام. ما تنامش تاني، اغسل وشك عاد ساعة كده وتقفل الدكان. حاضر يا عم حمزة. صحيح أنا الفلوس دي لقيتها في الكرتونة بتاعت الشاي. حطيتهمش في الدرج ليه؟ حطهم ازاي بس في الدرج يا عم حمزة؟ يعني أنا معرفش أصلا دي فلوس ايه، وبعدين احطهم في وسط الفلوس بتاعتنا كده الدنيا هتتلخبط. تمام يا حسن، الله يرضى عليك يا ولدي. ربنا يخليك يا عم حمزه. وانا ما بصعبش عليك. وامي وعيلتي ومراتي انهم ما يعرفوش حاجه عني، ولا انا اعرف حاجه عنهم، ولا عارفين يوصلوا لي. وكل ده بسبب ايه؟ ابوك اللي زقك عليا.
ما صعبوش عليكي؟ أنا مش عارف إزاي صدقتك. عشان ما كنتش بمثل. بحبك بجد. عمرك ما خدت بالك من نظراتي ليك. ويوم ما اتكرمت وقربت مني كنت دايما بتفكرني إن أنت متجوز. وبإن أنا رخيصة. وإن أنا أضلك في السر. ما تقوليش إن أنت ما خدتش بالك. ما خدتش بالك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة حنيتك. إن أنت دايما بتبعدني عنك. أنا ماليش دعوة بأبويا. أنا بحبك يا زكريا. وأنا عمري ما كرهتك يا نادية. عمرك ما كرهتني؟ مش كفاية يا زكريا. أنا عمري ما حسيت إن ضعفي معاك عيب. وده من حبي فيك. أنا بضعف معاك وبقوى بيك. بس تبوس إيدك. ما تكسرنيش أكتر من كده. مش عشان. عشان ابنك اللي في بطني. عشان خاطرك. بس وحياتي أغلى حاجة عندك. ما تقساش عليا أكتر من كده. خلاص بقى. خلاص بقى. أنا عايز الواد يطلع بيضحك. مش عايز يطلع بيكشر ويعيط. أنا عايز واد حلو كده يضحك. بصي. أنا عايز واد يطلع قمر كده شبه أبوه. يشارك معانا. الو الو نتعرف بيكي. معلش عافيني من اني اقول اسمي. الاستاذ سليم عارف صوتي. انا بتصل علشان ابارك له على البراءه واقول له حاجه عمري ما قدرت اقولها له قبل كده. على راي الست عزه نفسي منعاني. اتفضلي حضرتك قولي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك يا سليم انا كنت راضية أموت جنبك ولا أني أموت بعيد عنك. أيوة جهان، الموضوع بتاع القصر ده مش هيتحل قانوني. أمال هيتحل إزاي؟ خلاص يا مراد دور على حل تاني. المهم ولادي يرجعوا يتلموا في بيتهم. يبقى ما قدمناش غير الحل اللي انا قلت لك عليه قبل كده. رجاله وسلاح ويقتحموا القصر وناخده زي ما اتاخد مننا. وايه اللي منعك تعمل كده؟ يعني الرجاله بتوع الصعيد وبتوع النوبه زي ما تقولي كده مقيرين معانا، يعني مش تمام معانا. ده الكلام اللي قاله لي سليم. وكمان غزال عبد الله مشبعه على الاخر. فيش قدامنا بقى غير رجاله من الحاره. هات رجاله من اي حته وشوفهم ياخدوا كام. بصراحه بقى ما فيش غير واحد بس هناك اللي يقدر عليهم واسمعوا كلامه ونفذوا كل طلباته. قصدك مين؟ انت عارفه قصدي مين. قصدي يحيى العطار. كيفك يا حاج وفيك؟ دورت دوار العمده يا زكريا. الدار دارك لكن العمده مش موجوده هنا لان انت مش العمده. أنا العمدة وبورك رسمة يا زكريا. سيبك من الأوراق. أنا جاي لك في خير. خير ليا وخير ليك. بس الأول أنا عايز رجالة. رجالة وسلاح. أديك رجالة وسلاح وتحاربني بيهم بعدين يا زكريا؟ كيف أحاربك برجالتك؟ أنا لو طلبت منهم إنهم يلفوا السلاح ناحيتك هيتخون. أنا حربي مش هنا. أنا حربي هناك في مصر في القصر اللي لو خشيته الخير هيعم ليا وليك. نفكر. الموضوع عايز ضمانات يا زكريا. الضمانات اللي على كيفك. نبقى عيلة واحدة. تتجوز بنتي. قلت ايه؟ ايه اللي جرى في دماغك يا عبد الله؟
اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عمي، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. واني سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. ويظهر اني لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا ولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي، انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا؟ هنقتلوا ناس تانيه ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله؟ نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكم. بعد الدق ادخل. مسامير خير يا ولادي؟ في واحدة واقفة بره وبتقول ان هي عاوزة مدير الدار. مش انتوا خبرين ان ما بنقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار روح عنين. لما قلت لها الصبح قالت. قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. أقول لك إيه؟ أعملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك أهو، وأنت ما شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو أنت لما رحت الوفي قالك حاجة ضايقتك؟ لا 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 ما تشغليش بالك انتي، ما فيش حاجة. هو انت ناوي على ايه؟ كل خير ان شاء الله. بقولك ايه؟ دهيلي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديته قلت لي ما فيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بيجيش في الدار ومحدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حسن من يوم ما هاجم الدار محدش خابر قطره. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتاخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هنا. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيف، واللي معاك ده 8 حيبيت مع العيال. حصلوني. مين الراجل الشرير ده؟ هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا تمني. بقول لك ايه؟ انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، وديك هتشوف.
الو مين؟ ازيك يا هايدي؟ انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه، انا وابوي مش موافقين على اللوم عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنين عليكم كلكم بخير. والبت عاليه بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاج السلمى عنده، وعليا كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، ما انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشايره الفيديو بتاعك يعني، ونشرين الصوره الحقيقيه. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهده على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسالك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني يقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كانك نجحت في الثانويه العامه يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عم ايه المكالمه العالميه اللي جاتك دي؟ مكالمه عالميه يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم، اول ما قلت الو عينيك بربشت ونفسك ما طلعش. انا قلت عم سليم هيروح مني ولا ايه؟ مش هتقول لي اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ لابسه ايه؟ اشوفها ميته. لا مش هقول لك حاجه واصل. اخرس. ماشي. المصيبه يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها، كل ما اكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا. الناس كلها بتتفرج على الحلقه. وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه هذا الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون. انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم، ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. ساره. يا عم فارس. خير يا عم سارة؟ بقولك ايه؟ أنا عايزاك كده في مصلحة على الماشي. بص يا سيدي، أنا عايز أعمل معاك حوار صحفي، إيه رأيك؟ معايا أنا؟ أيوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وأنا بقى لازم أستفيد وأعوض ال 120 جنيه. ده كله بسبب حلقة عم سليم. بالظبط كده. مصلحك دي من أولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك. ويا عم تبقى ردتها لي ولا إيه؟ لا يا ست. ماشي. طب إيه؟ هظبط وأشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم أشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط وأكلمك. ماشي. سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عم. الشغل اللي فات كله كوم يا تيكا، والواد 8 ده كوم تاني. اللي يغدر ملوش مكان. وده غدر بيا. وفي اختي. الواد ده لازم يموت وبايدي. انت كبير يا معلم، الواد ده عيل تافه، ده تسيبهولي انا بقى. ده العشان برضه هتيك. وبالنسبه لشغلنا بقى ايه؟ مفيش شغل غير لما الواد ده يجي ورابطه تعلق على باب الحاره، والناس كلها تعرف ان ده جازات اللي يكسر كلام يحيى العطار. والله انت كبير، وحياه امي ما هسيبه. عملت اللي انا قلتلك عليه؟ بس الغريبه ان ما كانش في حد عايز يتكلم معايا غير واحد اسمه عزيز، بيقول لي كده تقريبا ان في واحده هي اللي عارفه عنه حاجات اسمها رحمه عند بيت او عند محل حمزه اللي عند البيوت جوه. طب بص، احنا نتحرك لعندك على طول. اوكي. يلا بينا. على فين؟ عايزين نخرج. عم سميح قمر، محدش يخرج ولا يدخل من الدار الا باذنه. يعني ايه؟ يعني انتوا حابسيننا هنا؟ خطوه كمان وهفرغ السلاح ده فيك، دي اوامر عم سميح. فهمت ولا لا؟ لا بصراحة بقى ما فهمتش.
ومش تمانية اللي اتعمل معاه الغلط عشان تبقى فاهم. اللي انت بتعمله ده هو الغلط. انتوا بتتكتروا عليا عشان في حتتكوا؟ ما تنشفش. أمين. يعني أنا محبوسة هنا ولا إيه يعني؟ مين قال؟ أنت ضيف عندينا، وإكرام الضيف واجب. ضيفة إيه؟ أنا مش فاهمة. يعني أنت قاعدة هنا معززة ومكرمة، وديك عليا لحد يأذيكي ولا حد يقرب لك، بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش. ليه؟ أهو ده اللي زعل. هات السؤال ده مش من حقك تسأليه. ولا أنت من حقك تقولي أعمل إيه وما عملش إيه؟ ماشي، مع إن اللهجة دي مش عجباني. ما هو لازم دلوقت تعرف أنت بتكلم مين. الخريطة اتغيرت والدنيا اتشقلبت سبحانه. طب فين تمانية؟ الواد اللي معاك ده ما ترباش، رفع سلاح، وعرف الدار اللي يرفع سلاح تنقطع يده. بس انا قلت كفايه عليه حبس ليلتين. قولي لي ليه؟ عشان انت بنتي الغالي. اهلا يا زكريا، نورت. منورك يا حاج. اتفضل. قول لي يا زكريا، وانت ماشي كده مش خايف حد من اهل البلد يشوفك ويبلغ عنك؟ دي تبقى عيبه في حقك قبل حقي. ليه؟ وانا امسك لسان اهل البلد كلاتهم؟ عموما انا بقول لك عشان تحرص. خلينا في المهم. قول يا زكريا، قول. انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه وقررت.